في خطوة هي الأولى منذ نحو 4 سنوات، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قرار يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. يهدف هذا الخفض بالأساس إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يشجع الاستثمارات والاستهلاك. في المقابل، اختار بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة، مؤكداً على ضرورة الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يأتي قرار بنك إنجلترا في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحديات خاصة مثل تداعيات بريكست والضغوط التضخمية. تأثير هذه القرارات على الأسواق العالمية سيكون ملحوظاً، فتخفيض الفائدة من قبل الفيدرالي قد يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي، ما قد يحفز الصادرات الأمريكية، بينما تثبيت بنك إنجلترا سيحافظ على استقرار الجنيه البريطاني. وعلى الجانب الآخر، يراقب المستثمرون تحركات الأسواق عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر هذه القرارات على تدفقات رأس المال وأسعار الأصول في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. في ظل هذه التطورات، يتوقع أن تتفاعل الأسواق بحذر، حيث ستعتمد التحركات القادمة على البيانات الاقتصادية الجديدة وأداء السوق في الأسابيع المقبلة.